كلام معقول، خبرين متناقضين وصورتين مختلفات وتسريبات ورسائل مهمة وأزمة ثقة صارت تتوسع. خلنا نبدي من الأخير، أزمة الموازنة، بعدها مجهولة المصير، بعد انقلاب الإطار على الاتفاقات السياسية كما هو معتاد في كل الحكومات ومن نفس الجهات لكن بأساليب مختلفة، واللي على الأغلب ينهي ائتلاف إدارة الدولة اللي من المفترض يكون أغلبية تنفيذية وتشريعية. أما الخبرين فيتعلق اجتماع إدارة الدولة، ما أدري هسه الإطار التنسيقي، لأن أول أمس أعلن بأن الائتلاف سيجتمع، في حين وبعد تصاعد الأزمة شفنا الوزن الحقيقي للإطار عن طريق الصورة أمس اللي تم تناقلها بالوكالات ووسائل التواصل الاجتماعي، واللي أبرز الملاحظات فيها هو غياب الديمقراطي الكردستاني والسيادة وتقدم بل وحتى ما يعرف بسنة الإطار، أمام صورة أخرى كانت في دهوك حضرها شخصيات مهمة على رأسها الرئيس مسعود برزاني وأبرزهم أيضا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، كانت رسالتها الابتسامة والدعم المعنوي بأن ما يجري في اللجنة المالية فور التمام فقط، في حين التسريبات تشير إلى أن أسباب تعديل الفقرات الخاصة بالموازنة هواية، لكن واحدة منها أو الأولى هي خارجية وتحديدا إيرانية تستخدمها عبر وكلائها كوسيلة ضغط على الإقليم لضرورة إخراج المعارضين الإيرانيين اللي تعتبرها طهران بأنهم يشكلون تهديدا لأمنها القومي. وأعتقد الرسائل اللي قبل أزمة الموازنة كانت واضحة من الجانب الإيراني وعودة الحديث على المعارضين في إقليم كردستان، لكن بعض يقول فما كان من كبار قيادات الإطار إلا السمع والطاعة لما تطلبه إيران، ودفع بعض النواب الذين يحملون صفة المستقلين لتنفيذ هذه الخطة. أما الثانية فهي رسالة إلى السوداني بأن قربك إلى الجانب الأمريكي يشكل خطر على الجار الشرقية، لا تروح بعيد باتفاقاتك الطموحة، اتفاقاتك مع الشركاء، اتفاقاتك مع المجتمع الدولي، هذا اللي رادوا. الثالثة هو رد الجميل لبعض قيادات الإطار بأن لا يعيش السوداني اللحظة ورهانة على الموازنة الثلاثية اللي ربما قد تكسبه الجماهير ويستثمرها انتخابيا منفردا بعيدا عن داعمين. فالأمور تمشي بهذه الشاكلة، خاصة وأنهم قالوها سابقا أن ابن شياع هو موظف مدير عام مدير شنو لدى الإطار، ما يطلع عن الخط الإطاري طبعا إن هم مرشحين. رابعا هي رسالة إلى الجانب السني بأن الاتفاق السياسي أو ورقة الاتفاق صارت يا جماعة في خبر كان، وعن مكاسبها الأمنية لن تتخلى طهران. المهم اليوم احتمال أكو صورة أخرى وربما قد تتغير المعادلة بالنسبة لاجتماع ائتلاف إدارة الدولة. عاد هذه الصورة حتلم الشمل لو راح نشوف طلاق بلا عودة وبلا أمل. خلنا ننتظر ونشوف بعد ساعة تقريبا شنو اللي راح يصير.